أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، توقعات الاثنين الموافق 5 يونيو حزيران 2023. هيكون في توتر في شؤونك يوم الاثنين حتى لو ما كنتش قادر علشان تنهي الالتزامات المهمة. هتطور كل شؤونك الشخصية والمهنية لحد دلوقتي. ممكن تستنى تصرفات كتير من أشخاص بيقربوا لك بيعتمدوا عليها وعلى تطوير اهتماماتك وأسرتك. هيفتكر كل الأشخاص اللي حواليك تجربة ممتعة جدا فيها أخبار مهمة. هيتفاعلوا معاك ومع أشخاص كتير من أماكن مختلفة وفئات عمرية مختلفة. هيطلب منك كل ده صبر، دبلوماسية كبيرة جدا في كل محادثاتك اللي انت بتعملها. بالنسبة ليك هيجلب ليك سفر، في فرصة عشان تتحرر من كتير من الالتزامات والعلاقات الغير سارة. هيحصل عبور لكوكب الزهرة في برج الأسد لغاية بداية شهر 10. في كتير من التغيرات في حياة الناس اللي حواليك، هتلاقي النهاردة بعض الفوائد من التأثرات دي. هتحقق ليك رخاء وأوضاع مالية مختلفة جيدة فيها وئام أسري، فيها سفر للخارج. هيجيب ليك العبور ده صعود وهبوط جديد. هتعتني بصحتك اكتر وهتستنى كتير من التحديات اللي بتعتبر فيها انت اكتر حرص على صحتك. من خلال العبور ده هتبقى بتزداد نفقاتك النهارده، وهيتعين على كل الاشخاص انتبهوا اكتر لحياتهم الاسريه عشان تبقى رائعه، عشان يدوروا دايما على شريك مناسب ليهم في الحياه. كل الاشخاص هيتوقعوا تحسن واضح في وضعهم المالي، وهتجيب ليكم الفترة دي تجددات حلوة في البيت فيها اهتمام واضح جدا، فيها رعاية بصحتنا وفيها حذر حتى لو كنا في حياتنا اليومية بنقابل صعوبات في الشغل، بالإضافة لحاجاتنا عشان نتوخى الحذر أكتر لما نبقى بنتعامل مع كل التكلمات اللي بتبقى بتحصل والتواصل مع الأشخاص اللي حوالينا. هيجيب لينا العبور ده اضطراب واضح، وهنبقى بنحس بعلاقات أسرية حلوة. مع كل ده هتبقى في تحسنات واضحة جدا. هيكون في أشخاص بيبحثوا دايما عن توأم روحهم، هيبقى في مناصب كويسة جدا ليهم. هيكونوا حذرين في كل حياتهم المهنية، هيكونوا حذرين حتى في قراراتهم.